بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نتكلم النهاردة على العتر. ده من نباتات الزينة اللي احنا ممكن نزرعها عندنا. هتدينا طبعا ريحة جميلة جدا لما نزرعها في الحديقة عندنا، او حتى لو زرعناها في بلكونة، يعني هتدينا ريحة جميلة جدا. من النباتات الجميلة جدا بالنسبة لنا، والنباتات اللي هي عطرية، يعني بتدينا ريحة عطرية جميلة جدا. طبعا لازم بهتم بحتة الري فيها، يعني الري عندنا من عوامل مهمة جدا عشان النبات عندنا يقدر ان هو يشتغل كويس جدا. ثمنه رخيص، يعني لو احنا هنجيبه طبعا بالنسبة لنا ثمنه مش غالي، يعني لأي حد ممكن يجيبه ويهتم بيه بإذن الله، يعني هيكون ثمنه بالنسبة لنا كويس جدا. شكرا.